مهندس يحيى زكي، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير، اهلا بيك. اولا كل سنه وحضراتكم بالف خير. وانت بالف خير والدكتور بالف خير والمصريين كلهم يعني مستمتعين ان شاء الله. احنا عارفين انه قناة السويس هي درة يعني في مصر، وانه الحديث طول الوقت عما يحدث في قناة السويس وعن التطورات الادارية واللوجستية اللي مفترض انها تكون هي دي جزء من الخطة طويلة المدى لقناة السويس، هو حديث مبهج للمصريين في كل الاحوال يا باشمهندس. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك النهاردة اين وصلنا، وإيه رؤية حضرتك للسنوات القليلة القادمة ما بعد التعافي من كورونا؟ الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت، يعني قناة السويس دايما هي ممر مائي عالمي بيمر فيه حوالي 18 ألف سفينة كل عام، بيمر فيه من 10 إلى 12% من حجم التجارة العالمية. لكن الحقيقة المستهدف من المنطقة الاقتصادية حول قناة السويس أن احنا نعمل القيمة المضافة، أن احنا نستغل هذه الموقع الجغرافي والمرفق المائي العظيم، لأن احنا يكون عندنا منطقة اقتصادية بتقدم للعالم كله من خلال الموقع الجغرافي، من خلال التسهيلات اللي احنا بنعملها مجموعة وحوافز رائعة، بحيث انها تكون قادره على اجتذاب استثمارات وتوطين صناعات في المنطقه بما يخدم السوق المحلي وبما يخدم ايضا اغراض التصدير الى المنطقه الاقليميه والى القاره الافريقيه. طبعا ده في حد ذاته لما بيحصل ان شاء الله فبيحقق فرص عمل، فرص عمل جيده باشكال متضاعفه، وايضا بيبقى له مردود على تشغيل المواني بشكل جيد. وبناء على ذلك يعني بناء على انشاء المنطقه الاقتصاديه سنه 2015، يعني النهارده بنحتفل ان شاء الله هذا الشهر بست سنوات منذ انشاء المنطقه الاقتصاديه. الحقيقه الدوله والمنطقه نفسها والمستثمرين ساهموا بشكل كبير جدا في تطوير البنيه التحتيه، في امداد المنطقه وحول المنطقة بكثير من عناصر الاتصال، سواء الطرق أو الأنفاق تحت القناة أو البنية الأساسية من محطات مية، محطات كهرباء، محطات صرف صناعي، إمداد الغاز للمنطقة. كل ده ساهم إن احنا يكون عندنا النهاردة جاهزية لأكثر كتير من ساعة لما ابتدت المنطقة الاقتصادية سنة 2015 إلى البدء فعلا في أعمال حقيقية على أرض الواقع. حلو جدا، يعني احنا نقدر نقول انه الصناعات عندنا حوالي 250 شركه اوريدي موجودين في المنطقه، لكن لازم يكون عندنا يعني ان شاء الله مع الجاهزيه الموجوده حاليا من ضمن الخطه الاستراتيجيه 2020 2025، بنستهدف طبعا استثمارات اكثر وصناعات اكثر باذن الله.